بس لا بأس، بعدك صغير، العمر قدامك، وهيك نقول. يعني أنا ما عجبتني من قلت له أنا رحت لوالدي وقلت له هذا المضرب وبعد ما أريد ألعب هذه الرياضة. لكن 9 سنوات تتمرن من دون أي، من دون ما يعني ما شكل منتخب، وهذه يعني لاعبين التنس يعني أنت لو تعرف يعني لاعبين التنس يعني أكيد يعرفون قيمة بطولة ديفيس كاب. طبعاً يعني أكيد. وزير الشباب والرياضة، بعد مناشدتك، بعد المناشدة التي طلعنا عليها من قبل لاعب التنس أنس حيدر، أوعزنا بتشكيل لجنة لمتابعة المناشدة التي أطلقها اللاعب برئاسة معاون مدير عام التربية البدنية الدكتور موفق عبد الوهاب وعضوية مدير قسم الاتحادات وممثل عن الدائرة القانونية، وإعلامنا بالنتائج خلال 72 ساعة. تشكلت لجنة لتبحث بحقك، وإذا كان لك حق راح يأخذوه. الحمد لله. أحد تواصل وياك؟ لا لحد الآن؟ للآن لا. زين، بما أن الوزارة نزلت هذا البيان، أو الوزير عدنان درجال، نعم، وإن كنت أتمنى أنه رئيس اللجنة الأولمبية أيضا يكون إلى دور سيد رعد حمودي بهذا الموضوع باعتبار الاتحادات مرجعيتها للجنة الأولمبية، هاي اليومين ممكن يرجعون حقك الوزارة إن شاء الله. ايش راح تقول لهم؟ شنو الادله والاثباتات اللي عندك تثبت احقيتك؟ مو يعني مو انا مسويها، هم منهم طبعا. احكي لي عن هذا التنقيط وشنو اللي صار. هذا التنقيط احنا لعبنا طبعا يعني بالبطوله مجموعات، كل لاعب يلعب ويا كل اللاعبين اللي بمجموعته، لازم تفوز لعبتين تصعد دور الثمانية. اللي صار صعدنا دور الثمانية، صعدت الحمد لله من مجموعتي. لعبت ويا زميلي أيضا عبد الرحمن، خسرت وياه بنتيجة 7-6 6-4. سبعة ستة يعني إنه وصلنا 6 كل جيم وتاي بريك لعبنا اللي هو 7 نقاط. 6-4 السيت الثاني، ويعني من جمع النقاط إنه هذا يعني الإصدار من عندهم مجموع النقاط لكل لاعب، أنا 200 نقطة، هو ساكو زميلي وصديقي 170 نقطة. المفترض إنه أنا أشارك المنتخب. ما يخالف، إحنا نقول إن شاء الله القادم أفضل، بعد العمر قدامك. بس أنا عندي فضول، ليش اختاريت هذه الرياضة؟ يعني شنو المميز بيها خلاك تحب هيك رياضة؟ أنا ما اختاريتها، أنا يعني كنت جاي من الدوام. بابا قال لي يعني صديقي، تحياتنا لكابتن إحسان السعاتي، قال يعني كان كاتب منشور قال بدل ما تعيفون أولادكم بالشارع أو الرياضات يعني مو مكان مخصص، جيبوهم للتنس يتعلمون الرياضة هذه. فأبوي وداني تمرنت، صار لي حافز كبير. الكابتن حسان سوالي يعني مثل ما نقول انه حب للعبة، صنع لي حب للعبة كلش زين. كلش أحب الآن يبلغوني الأخوان بالكنترول، الدكتور موفق عبد الوهاب رئيس اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة يدعوك للحضور إلى مقر الوزارة مع والدك للحديث عن هذا الموضوع، نعم، ولإيجاد حل وإنصافك يا أنس. حلو، شكرا. راضي بهذا الحل لحد الآن؟ راضي. ليش حضرت الكورة؟ ما جاوبتني. برنامج مميز، قلت لك من أكثر البرامج اللي أنا أحبها، نجوم كبار يطلعون طبعاً على مستوى العراق، عندنا نجوم هواي ككرة قدم كرياضات. أنت واحد من دول النجوم إن شاء الله. نتشرف بك. شكراً.